Sulaiman Ilyas daga Kaduna South. Aisha Sulaiman Ilyas daga Kaduna South. Billahi minash shaitanir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واتقوا الله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض
وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك كتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه
سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون الله
يا أستاذة عائشة استعيني بالله وأجيبي عن الكلمات الآتية. ما معنى قوله تعالى الغمام؟ السحاب الأبيض الرديء. إجابة صحيحة. مسومين؟ معلمين أنفسهم أو خيلهم بعلامات. إجابة صحيحة. وللسيارة؟ المسافرين. إجابة صحيحة. فدلهما بغرور؟ أنزلهما عن رتبة الطاعة بخداع. إجابة صحيحة. واصبة؟ واصبة. نعم. دائما واجبا أو لازما أو ما أو يقوم أو خالصا. إجابة صحيحة. رطبا جنية؟ رطبا جنية. نعم. صالحا للاجتناء أو ضريا. إجابة صحيحة. ينسلون؟ يسرعون المشي في الخروج. إجابة صحيحة. ما يعبأ بكم؟ ما يكثر وما يبالي بكم. ما من؟ ما يك من؟ ما يعبأ بكم؟ ما يكثر وما يبالي بكم. ما يكترث؟ لا بأس. ولا هم يستعتبون؟ لا يطلب لهم إزالة عتبه تعالى. ومن إزالة عتبه ومن لا بأس. ولا يحيق لا يحيق. نعم. ولا يحيق مكر السيء إلا بأهل مكر السيء لا إلا لا يزول ولا يفنى. لا يزول ولا يفنى. لا. حاولي مرة أخرى. ولا يحيق نعم الله المستعان. نعم. حافين وترى الملائكة حافين. حاذقين أو محيطين. حاذقين أو حاذقين محدكين. لا بأس. نعم. ينشأ في الحلية. يربي في الزينة. يربى. نعم. نعم. في الزينة. في الزينة أي البنات. في الزينة والم. لا بأس. فنعم الماهدون. المصومون. المصومون من؟ نعم. نعطيك النصف. فامتحنوهن. فامتحنوهن. اختبروهن. نعم. الشنفر. لا بأس. شطط. قولا مفرطا في البعد عن الحق. في المعنى؟ في البعد عن الحق. في يعني. لا بأس. أحقابا. لابثين فيها أحقابا. زمنا طويلا. لا. في محاولة أخرى أم نستمر؟ الله المستعان. قسم الذي حجر. هل في ذلك قسم الذي حجر؟ كلمة قسم الذي حجر. الله المستعان. سؤال الأخير. أقول لك سؤال. كان توابا. كان توابا. توابا. نعم. كان توابا. نعم. واستغفر إنه كان توابا. نعم. التوبة من المذنب. لا. إنه كان توابا. الله المستعان. سؤال الأخير.
إن القرآن الكريم من حيث صوره ينقسم إلى الطوال والمئين والمفصل والقصار. المطلوب منك ذكر الطوال. الطوال؟ نعم. 22. لا اذكريهم فقط. قولي الناس، الفلق، الصمد. نعم. سورة البقرة 1، سورة آل عمران 2، سورة الأعراف 3، سورة النساء 4، سورة المائدة 5، سورة التوبة 6، سورة يونس. لا كل 7، بقي لك واحدة فقط. هي الأنعام. بارك الله فيك.